بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال يعني كاين بداية محتشمة نقولوا بكل صراحة، وحنا الفريق ما تعودش يعني على القسم الوطني الثاني، يعني كان صعود جديد، مازال اللاعبين ما تأقلموش يعني مع القسم الوطني الثاني. إن شاء الله البطولة راهي طويلة فيها 30 مقابلة، تعثرنا على كل حال في المقابلة الأولى، يعني درنا التعادل وانهزام في خميس الخشنة، واليوم التعادل اللي الخروب يعني فرض علينا التعادل في عقر الديار. وهذه كرة القدم يعني لا غالب، هذا وفيها الرابح وفيها الخاسر. نتمنى ان شاء الله الفريق، يعني احنا عندنا فريق عندنا امكانيات، ان شاء الله الفريق يعود في النتائج في المباراة المقبلة ويدير نتائج ايجابية ان شاء الله. ولما لا، احنا الهدف نتاعنا يعني من بداية المشوار قلنا باللي من اجل ضمان البقاء وليس من اجل لعب ورقة الصعود، لان ورقة الصعود وتتطلب اموال كبيرة وتتطلب جهد كبير وتتطلب يعني لاعبين في المستوى. ان شاء الله يعني المقابلات ان شاء الله نداركوا الاخطاء، وتعلموا باللي المدرب راهو غايب لمده حصتين، يعني مقابلتين، مقابله اتحاد خميس الخشنه اللي خلى الفريق يعني بقات ساعه على انطلاق المقابله وغادر الفريق لاسباب عائليه. كنا ننتظروا يعني الالتحاق في هذا الاسبوع بالفريق، وللاسف يعني غلق علينا الهاتف ورفض عدم الالتحاق، رغم ان المستحقات الماليه يعني خدا كل المستحقات الماليه تاعو لمده 3 اشهر يعني كتسبيق. وللاسف هذا الشيء اللي نتاسفوه يعني كمدرب كيما هذا يخلي الفريق يعني في بدايه المشوار للاسف يعني، ولو كان جاي حضر معنا اليوم وفيما بعد اذا كان حب يغادر ربي سهل عليه، كاين مدربين يعني بزاف. طيب كيدير ربما في اجراءات، ربما فيه اجراءات. على كل حال احنا الاجراءات القانونيه معروفه، وهناك اتفاق يعني اتفاقيه بيننا وبين المدرب، راح نطبقوا القانون. احنا حضرنا المحضر القضائي الى ارضيه الميدان، غياب المدرب يعني لمده اسبوع عدم حضوره في التدريبات وعدم حضوره في مقابلتين رسميتين، ان شاء الله كاين هناك قوانين ان شاء الله نطبقوها. رساله الجمهور والله رساله الجمهور، الجمهور غني عن تعريف، احنا نعم معروفين فريق شبيب الجيجل عنده قاعده جماهيريه كبيره، ولكن الجمهور في نوعا ما وخاصة اللي ندد به هو الصفحات، يعني لبعض الصفحات اللي نشرت الخبر بأن تهدد في المدرب قبل يعني مغادرته للفريق، كان يهدوا فيها بعض الصفحات وما راحينش نتسامحوا معاك وراح نتخلوا عليك وكذا، وهذا اخر اعطوا له اخر فرصه، ولهذا المدرب اغتنم الفرصه هذه واغتنم هذه الاشاعات وغادر الفريق يعني دون مبرر. انا نتمنى يعني الجمهور يعني يتعقل، البطوله طويله مازالت 27 مقابله، ان شاء الله نداركوا الاخطاء ونشوفوا المدرب اللي يكون في المستوى، وان شاء الله تسير الامور على احسن ما يرام. نخيبنا الشعب هذا وين ما يستاهلش، وين اكشو 90 دقيقه ضيعنا عده فرص، وين ما حبتناش، وين اكشو اللي الماتش اللي فات وين اونكيسينا في 90 في الدرنيير مينوت، الماتش اللي مقبل في الدرنيير مينوت واش دير لا غالب. دوك ان شاء الله نصحوا الاخطاء، ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله ريكتيفيو، ان شاء الله نعاودوا نولوا نفرحوا الشعب هذا اللي راك تشوفوا نغضب علينا اليوم، مي واش دير لا غالب. هذه كره قدم، مقابله صعبه، ما يخفالكش باللي دو ماتش الاولى ما كناش مليح، اثر علينا من ناحيه المورال، الجوار ما يكونش بيان، مي ان شاء الله هذا التعثر كبو الجواد ان شاء الله. دروك وكل جوار من الاداره نطلب من الشعب كل واحد يخدم خدمته ان شاء الله، بنرجعوا الفريق لسكه الانتصارات ان شاء الله. الخيبه كبيره للانصار تاعنا، خيبناهم ما كناش قد المسؤوليه، سيفري حنا بدينا كلش واش عندنا، مي ربي كسبها هكذا، نقولوا الحمد لله على كل حال. حنا واش راح نوعد الانصار، حنا الفريق هذا ما راحش نخليه حتى الماتش الاخر، وراح نوقفوا معاه ونطيحوا ونوضوا ونخرجوا من سلسله النتائج السلبيه هذه في اقرب الاجال، ونعطي لهم رساله يوقفوا مع الفريق، باسكو هما كما يقولوا راس مال الفريق، الفريق بلا بهم ما درنا والو، يروحوا اللاعبين، تروح الاداره، مي الفريق هو اللي قاعد، الانصار هما اللي قاعد ورا الفريق هذا. ايبو كما يقولوا حنا رانا في بدايه المشوار، لاعبين 3 مقابلات، مازالت 27 مقابله، ماشي الوقت اللي لازم نطيحوا على اللاعبين. سي فري من حقهم يزعفوا، من حقهم يغيروا على الفريق تاعهم، وما كانوش يتوقعوا هذه النتائج، كانوا يتوقعوا ما اكثر مع التعداد اللي رانا نملكوا فيه، وكما يقولوا الظروف اللي الظروف اللي موفرتها الاداره الحمد لله ما خاصنا والو. واش راح نوعدهم ان شاء الله كما يقولوا نزيدوا نطيحوا ونوضوا ونخدموا اكثر ونفرحوهم ان شاء الله ونخرجوا من النتائج السلبيه ان شاء الله في اقرب الاجل، باش خص الفريق دخلنا مليح في المقابله، سيطرنا بالطول والعرض،
ما كما يقولوا التوفيق تاع ربي سبحانه، ماناش ديما اللمسه الاخيره ما عندناش ان شاء الله نحسنوا النقائص اللي رانا فينا نحسنهم في سواء في اللمسه الاخيره، وما مدفاعين نزيدوا نحسنوا رواحينا ان شاء الله، والحاجات الملاحين نطوروهم وهذا ما كان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اول حاجه مقابله تاع شباب جيجه هذيك يعني كانت مقابله صعيبه، وين حضرنا طيله الاسبوع باش نجيو نديروا نتيجه ايجابيه. الحمد لله يا ربي، الانسان يقول الحمد لله وفقنا ربي وجبنا نقطه تاع اولمبي مقرن. الحمد لله على كل حال، اللي جوا نقول لهم يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. طيله الاسبوع حنا نخدموا، طيله الاسبوع حنا نخدموا، يجي حاكم كيما هذه في الدقائق الاخيره يعطيهم بيناتي يعني ما كانش منها. انا نظن انسان يقول الحمد لله نقطه فيها الف بركه الحمد لله. نوجدوا المقابله جايه ان شاء الله تاع اتحاد الشاويه في احسن الظروف ان شاء الله كما يقولون. يعني كانت قاسيه بالنسبه لينا احنا في الدقائق الاخيره، مي احنا نقولوا له بينك وبين بين مولاك ان شاء الله احنا نعوضوا في المقابلات ان شاء الله الجايه. وانسان يقول الحمد لله نقطه ايجابيه من ملعب جيجل، الحمد لله يا ربي نخمو في المقابلات الجايه ان شاء الله. والله يا خويا المباراه تاع اليوم كما شفتوا كانت تسير في ظروف جيده، خويا كملنا بريمير ميطون متفوقين 1-0 اوتوماتيكمون ترجع لورا دركا كما دزيام ميطون ليكيب راح طيح عليك. يا خويا نتاسف من حاجه من التحكيم، ماذا بقى فونتاج فيه ما فهمتش، يا خاف يا ما فهمتش، رغم كلش كاين ظروف كل كاينه. يا خويا 3 نقاط ضيعناهم كما نقولوا، احنا نتاسفوا من الجمهور تاعنا، وان شاء الله نوعدوهم في قادم المواعيد ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا ربي على النقطه هذه اللي خارج ستادنا كونتر ايكيب كانت لاباس بها. الحمد لله احنا كنا رابحين الميطو الاول 1-0، كنا حابين نديو 3 بوان بصح ما كتبش ربي. الحمد لله النقطة هذه تخلينا نخدموا الماتش الجاي ان شاء الله بأريحية، وان شاء الله نجيبوا 3 نقط ما ماتش تاع الشاوية ان شاء الله. واش راني نقول لك الجمهور شغل كنا حابين نفرحوهم ب3 نقط، ما كتبش ربي جبنا نقطة خارج الديار تاعنا، وان شاء الله الماتش الجايين ان شاء الله نربحوا ونفرحوهم ان شاء الله.